إلى كل طلاب عربي أو لغات أصغر أو عام، عاوزين تفهموا كيمياء؟ تابعونا في قناة فهمني كيمياء. في الإكزام 20 ده كويستشن 9 بيج 411، عاوز يعرف برونشيتد لوري. برونشيتد لوري نظام إزاي؟ بيبقى عندي مادتين رياكتنت ومادتين ريزلت. الرياكتنت الاتنين دول أنا بحدد واحد فيهم أسيد واحد فيهم بيز. على أساس إيه؟ اللي بيعمل لوز اتش هو الأسيد، واللي بيعمل جين اتش هو البيز. فده كان معاه اتش اهو هنا، يعني هو سي اتش 3 سي او او اتش. وابص عليه الناحيه الثانيه هلاقي سي اتش 3 سي او او، مفيش الاتش بتاعته اللي كانت هنا دي، اللي هي دي راحت فين؟ اختفت هناك، صح ولا لا؟ الاتش دي اختفت هنا، يبقى الماده دي هتكون ايه؟ اسيد. الماده دي هتكون ايه؟ اسيد. ليه؟ عشان عمل ايه؟ لوز اتش. يبقى لو عاوز هو اكسبلين عشان يقول النظر 30% ازاي، هيبقى سطر كلمتين عشان اقول ايه؟ بيكوز ايه؟ لوز هيدروجين بوزيتيف او لوز هيدروجين ايه؟ وخلاص انت عملت اتش بوزيتيف كده خلاص. لو انا حددت واحد صح من الاربعه الثلاثه الباقيين خلاص اتحددوا. ده اكيد هو البيز. والعكس تتاكد، بص عليه ده معاه كام؟ معاه هنا ها 2 من الاتش، طلعوا كام؟ طلعوا 3. ده عامل جين اتش ولا لا؟ يبقى الماده دي هتكون ايه؟ بيز. علشان عمل ايه؟ ها جين اتش بوزيتيف. لحد هنا انا كده حليت برونشيتد لوري. ممكن يغتت عليا برضه هو برونشيتد لوري، يقول طب هات لي الكونجيجيت. كونجيجيت كلمه تطلق على الناس اللي هي ريزلت. ممكن يكون كونجيجيت اسيد وممكن يكون كونجيجيت بيز. هنعمل ايه؟ بنعمل تشينج، يعني الاسيد يطلع بيز بس اسمه كونجيجيت بيز، واللي كان بيز يطلع كونجيجيت اسيد. يبقى كده باختصار انت مش حددت واحد بس، ممكن تحدد الثلاثه بناء عليه. حددت اثنين يا عم، حدد الاثنين التانيين بالايه؟ بالاشاره المخففه. ده ايه؟ اسيد، يبقى هيطلع الناحيه الثانيه كونجيجيت بيز عشان تبقى اساسي اسيد، وده بيز هيتحول ايه؟ كونجيجيت اسيد. كده الموضوع انتهى. يبقى كده انا ايه؟ برونشيتد لوري الكلام سهل. واحد فيهم بيكون اسيد اللي بيعمل لوز اتش، واحد فيهم بيكون بيز اللي هو بيعمل جين اتش. الاسيد بيطلع الناحيه الثانيه كونجيجيت بيز، والبيز بيطلع كونجيجيت اسيد. لاحظ ان المسائل دي مسائل بتيجي في الامتحان كتير، وسؤال مضمون وسهل، خساره الواحد يضيعه مع انه تافه. خلاص يا رب ايه يكون واضح السؤال ده كويس. Tomorrow, tomorrow, on the open seas, all for the venture, dreaming.